في الأثناء أكد نائب عن تحالف سائرون غايب العميري إن تحالفه لا يسمح بتمرير الأسماء المرشحة للدرجات الخاصة والوكالات ممن ثبت فشلها وتلكؤها بالعمل خلال السنوات السابقة. وقال العميري إن تكرار بعض الأسماء وإصرار كتل سياسية على طرحها من جديد لشغل مناصب ودرجات خاصة هو أمر غير مقبول، مبينا إن تمسك بعض الأطراف بأسماء دون غيرها هي أسباب حزبية ولتحقيق مكاسب ضيقة.